تقنا اللي نقول لها دابا هي حدد دي زوبجيكتيف سمارت. سمارت معناها تاع بلونغلي ذكيه، ولكن في لوزاج في ليكزومبل كاين 5 لتر سبيسيفيك، يعني بسيط ومحدد. ام ميزورابل، يعني نقدر نقيسو ونقدر نعبرو. ا اتينيابل، نقدر نحقو. ار واقعي رياليست. و دي تمبوريامون ديفيني تايم باوند، يعني مرتبط بالزمن. دونك نشوفو واحد ليكزومبل باش نفهمو اكثر هذا المفهوم. ناخذ ليكزومبل ديال عثمان اللي جا في امتحان جهوي 12. عثمان شاف الفيديو ديال باكمان وقرر يحدد هدف سمارت هذا العام. قال لك بغى يجيب 14 في الباك باش يدير بريبا العام الجاي. لاحظوا معايا الهدف معبور ومحدد، 14 في الباك هذا العام، يعني الاس والام كاينين. قضيه اخرى، عثمان خسر اهداف قد بهم صغار على اساس يحققهم وكبار على اساس يموتيفيوه. دونك الاب ديال اتينيابل يعني يقدر يوصل ليه، والار ديال رياليست واقعي كاينين، ولكن واش كاين حتى ديال سمارت؟ لا الساعه. ولكن زاد عثمان هنجيب 13 في الدوره الاولى، 14 في الثانيه، 15 في الوطني. سالينا اوبجيكتيف سيتي تسمى اوبجيكتيف سمارت، والمره الجايه بغيتو ديروا اوبجيكتيف ديما في تنسوق انه يكون سمارت. نصيحه تاع الترتيب ثالثه كونساي هي انكم اون فوا حددتوا الاوبجيكتيف سمارت تبداو بالماده المفضله ديالكم. علاش؟ حيت هاد المادة المفضلة تمكنكم ترفعو المعنويات، تطلعو التيرا وشوف شنو طلعو نمط ديال العمل. الهدف هنا متنساوش هو انكم ماشي طورو النتيجة تاعكم في هاد المادة الزوينة اللي عندكم معاها، ولكن دقة دقة دوزو لي ماتيغ فرين اللي معندكمش معاهم. النصيحة الرابعة هي انك تبعد على داكشي كيلاهيك. اكزومبل، عندك فليكات في الدار، تقول للوالد تاعك ماما اكل مانيطا نهار الحد رجع ليا عافاك، ودير معاك بحال هكا دو سورت كو السيمانة تبقى مكونسونطري على القراية. ثبيت انك التلفازة حيد بوها وخدم مزيان. واحد القضيه اخرى، ما تنساش بانك تحيد كاع لي زامي اللي عندهم واحد انفلونس نيجاتيف عليك، وانطور توا بلي بيرسون لي زوينين. ما تنساش باك ما صاحبك. النصيحه الخامسه والاخرى هو وسط العمل، خصكم تخدموا في واحد البلاصه اللي كتحفزكم على اساس باش تكونوا جالسين ما تبغيوش تقعدوا كاع. فاش كنت نخدم المارش حال هادي ديما كنطلق المزيكا كتعجبني ديال لينكين بارك، اللي في زكيت في واحد البيرو كتحفزني وكيعجبني. وراحنا ما نسيناكمش وجدنا لكم حلقه على قبل هذا البلاصه.